أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة، في موضوع جديد، في قصة جديدة، في بلاوي جديدة، في مصيبة في جديدة. مصيبة جديدة. تمام، شو المنظر حلو هيك، أعجبني، قلت بدي أبلش فيه الفيديو. خليك هيك وبث من عندك، خليك هيك. أبث هيك حبيت أبث من هون، ترى هاي صنوبر. ها هذا بقول لك انا صور. واو، تمام، هذا صنوبر إيراني، والله ما بعرف هو مكان مكتوب تحت. تمام، هاي الرصد، الرصد البشري. والله يا اخوان هاي وين متخبي. طيب، منظر حلو كثير كثير كثير، روعة، مكان كثير روعة، بيرد الروح يا اخوان وبرد كل شيء. تمام، طبعا في شغلة صارت معانا امبارح، رحنا نفحص موقع يا اخوان. الموقع هذا غلبنا كثير 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 كثير، هما موقعين مش موقع واحد. الموقع الاول صار معانا قصة فيه، والموقع الثاني برضه صار معانا قصة فيه. طيب، شو اللي صار معانا بالضبط بالفحص، وليش عانينا في هذا الفحص، مع انه احنا قدرنا احنا ان شاء الله ان نحله ماشي، لكن صار معانا شغلة كثير خطيرة بالنسبة للفاحص بالاسياخ، كثير خطيرة. وانا بصراحة لا، ما كنت ملاحظها، يعني انا امبارح استوعبت الفكرة ايش اللي صار بالضبط. تمام، راح نحكي في موضوع اليوم، وراح نحكي شو اللي صار معانا، ونعطي الكاميرا لأبو عدي. مرحبا أبو عدي، نعطي الكاميرا لأبو عدي عشان يبلش يصور. خليكم معنا. طيب، 1 2 3. تمام، طيب خليكم معنا يا اخوان. الآن في الموضوع اللي صار معانا، الهدف كبير كثير يا اخوان، ماشي، الهدف كبير كثير. لما اجينا فحصنا على الهدف، اعطانا نقاط، يعني هو عبارة عن تلة جبل، لكن عندي هدف واضح وهدف عظيم، يعني خلينا نحكي. لكن لما جيت فحصت أعطاني نقاط كثير. شو اللي صار معنا بالضبط، خلينا نفهمها مع بعض، ونعتبر أنه هذا المكان على سبيل المثال المكان اللي احنا فيه هو الهدف اللي كنا نشتغل عليه. تمام، على سبيل المثال الهدف موجود في الوسط، نعتبر الهدف موجود في الوسط. الآن لما بلشت أنا أفحص، رحت بالاتجاه بعيد عن الموقع، لأنه أنا ما كنت أعرف الموقع بالبداية. تمام، يعني ما كنت أعرف الموقع، أخذت على السياخ ماشي، بين معي هدف أولي. تمام، ركز يا أبو عدي. أنا مركز معك. تمام، أعطاني هدف أولي، اشتغلت عليه، الهدف صار على شمالي، مسكت الأسياخ هذولا، مشيت فيهم، أربع معي على نقطة هون ماشي، ربعت عليها وقلت لهم هذا الهدف الصحيح. بعد ما ربعت خلصت واموري تمام، قلت لهم هذا الهدف الصحيح اللي هو خلينا نقول هون على سبيل المثال هذا الهدف. تمام تمام، والهدف الثاني عشان تحفظه بعد التربيعه، بعد ما ربعت هاي الهدفات، رجعت ابعدت عن الهدف واخذت نقطه ثانيه يا اخوان ماشي، ربعت معي على سبيل المثال هون. خلينا ننتبه مع بعض ونشوف بالضبط ايش الوضع اللي احنا بنحكي فيه. هي جنب بعض كانت على سبيل المثال، ربعت معي هون، احنا بنحكي على سبيل المثال لانه احنا هذا مشهد تمثيلي، لكن عشان نوصل لكم الفكره ايش اللي بدنا نسويه. الان اعطتني تربيعه اولى هون، واعطتني تربيعه ثانيه هون، رجعت فحصت على الاسياخ ماشي، الرابعه اعطتني تربيعه رابعه او ثالثه هون. تمام تمام، والرابعه اللي هي اللي كانت ابعد منهم، والرابعه اعطتني المكان اللي هو هذا، راح اروح عليه. تمام، هي هيك كانت المسافه فعليا. تمام، وهذا الهدف الرابع ماشي، فنعتبر هذا الهدف الرابع اللي هو الاساسي الرئيسي، محل المشاوي اللي هو هذا الرئيسي كان، خلينا نقول. تمام، الان شو اللي صار معنا يا اخوان، راح نرسمها على الارض ونشوف ايش اللي صار بالضبط وشو الفكره اللي صارت. اعطاني ثلاث اهداف هو تل، هو اعطاني ثلاث اهداف تحت واعطاني هدف في النص. تمام، ننزل مع بعض للارض ونشوف مع بعض. انزل يلا، انزل يا حبيبي ماشي. الان في عندي هدف رئيسي هون، دقيقة يا اخوان، عندي هدف رئيسي في النقطة هاي اللي هو الهدف اللي وراي. تمام، اعطاني نقطة هون واعطاني نقطة هون واعطاني كمان نقطة هون، يعني واحد اثنين ثلاث نقاط ونقطة، خلينا نحكي رابعة هون. وضح منيح. تمام،
وضحوا منيح. هاي نقطة وهي نقطة وهي نقطة وهي نقطة بعدي كمان مرة. أعطاني أربع نقاط يا أخوان. الآن لما خلصت فحص هذول الأربع نقاط في إشي غلط صراحة. يعني على وادي يعطيني أربع نقاط ماشي، والوادي يعني مش كثير يعني منحدر، يعني منحدر بسيط تمام. أعطاني الأربع نقاط اللي حكينا عنهم ماشي. جرب أنت الكاميرا عشان يبين الأربع نقاط. هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة مثل ما مثلناهم هسا على أرض الواقع. الآن لما رجعت أعطاني، لما أعطاني هاي النقطة الرئيسية ماشي، ورجعت بقول يا أخي غريب، هسا هاي النقطة ترددها قوي جدا، يعني فيها كمية كبيرة. فأنا قلت غريب، خليني أرجع أفحص هاي النقطة اللي هي كانت أول نقطة اشتغلت عليها. طبعا أنا كنت بفحص من هذا المكان، يعني أنا لما جيت من هون ربعت معي دغري على هذا المكان ماشي. قلت بدي أرجع أشوف هاي النقطة شو قصتها، رجعت أفحصها ربعت معي. طيب ارجع لهاي النقطة ربعت معي، ارجع لهاي النقطة ربعت معي. طيب شو اللي صار معي هسه؟ لو أنا هذا هاي طبعا نص التل، لو أنا أجيت فحصت في هاي النقطة وفي هاي وفي هاي وفي هاي، كلها راح تربع معي ولا ما راح تربع معي؟ نرجع عيد السؤال عشان جاوبونا عليه في التعليقات تمام. عند النقطة الرئيسية هون واخذت أربع نقاط أعطتني فيهم تربيعة صحيحة ماشي. لو أنا أجيت من الوادي من هون من التل من هون وأخذت هاي النقطة وأخذت هاي النقطة وأخذت هاي النقطة وأخذت هاي النقطة، راح تربع معي ولا ما راح تربع معي؟ نفس العملية صارت معي في الموقع الأول اللي كنت رايح عليه. الموقع الأول يا أخوان كاينين شغالين على جهاز، خلينا فيها عشان نشوف جواباتكم. كاينين شغالين على العلامة. اللي قبلينا شغالين على جهاز، حافرين هون تمام وحافرين هون في النقطة هاي ماشي. لما أنا جيت على الشارع هون فحصت أعطاني النقطة هون، النقطة أعطاني إياها هون تمام، على إشارة هلال طبعا، على إشارة نجم وهلال، نجم وهلال تمام. أعطاني النقطة هون، وضحت الآن. طب شو الحفرية هاي وشو الحفرية هاي وشو النقطة الوسط الآن؟ عشان أرجع لنفس النقطة الثانية اللي حكينا فيها اللي هي الهدف اللي أخذنا منه أربع نقاط، عشان أرجع له لازم أفهم شو اللي صار هون. الهدف الرئيسي طلع وين؟ طلع هون في النقطة هاي الهدف الرئيسي. لأن لما رجعنا فحصنا هون طلع معنا الهدف الرئيسي اللي هو الكبير تمام. الآن شو اللي صار هون وشو اللي صار في النقطة الأولانية، يعني عشان نفهم شو الوضع اللي صار معنا. اذا كانت النقطة كبيرة، احنا ما بنحكي عن نقطة وقية داخل قبر تمام، احنا بنحكي عن نقطة كبيرة يعني هدف ضخم ماشي. ما بنحكيش عن خاتم، بنحكيش عن سوارة، بنحكيش عن قصص سواليف فاضي، بنحكي عن اشي ضخم يا اخوان. طيب بالرغم استاذ ايهاب، بالرغم انه دائما يعني لما بتاخذ انت اشارة المعدن بتعطيك الهالة الكبيرة، عشان هيك صار القصة هاي اللي هون تمام. عادة هو احنا صحيح بناخذ الهالة الكبيرة. وقف لي شوية تصوير والله. طبعا اخوان انا قطعت الفيديو ماشي، لانه جانا اتصال قطعت الفيديو. طيب الاهداف اللي حكينا عنها هسا نشوفها بالمشهد، اللي هو هدف اول هنا هسا بنشوفه. يعني هذا هدف اول، هذا هدف ثاني، هذا هدف ثالث، والهدف الرئيسي هو في النقطة اللي شفناها هناك تمام. نعملها زي هيك. طيب شو اللي صار معنا بالضبط؟ خليكم معنا، خلينا نعطي الكاميرا لابعدي. طبعا احنا سألناكم في التعليقات يا اخوان انه شو السبب، في منكم رد علينا بالشكل الصحيح، في منكم ما ردش علينا بالشكل الصحيح. طبعا انا بحكي هذا تسجيل، لكن انا عارف شو التعليقات اللي عندك تمام. طيب شو اللي صار معنا بالضبط، او شو القصة وليش عمل معنا الموضوع هذا؟ شوفوا، اذا كان الهدف كبير، يعني على سبيل المثال الهدف اللي عندنا هون، هذا هدفنا نعتبره احنا مشهد تمثيلي، لكننا نعتبره انه هو هدف كبير تمام. الان الهالة الاولى راح تبعد عن المكان بعد، مثلا على سبيل المثال ننزل الارض كمان مره، بس هي نفسها نفس المسافه انا اعطيتك اياها.
تمام نفس المسافة يعني كمل هي كلامك. هي الهالة الأولى، الهالة الأولى بعد الدفين على طول تمام راح تكون بشكل احنا حكينا عنه قبل هالمرة الدوائر ورا بعض، لكن لما بتبعد الهالة عن الهالة بتربع. شو يعني؟ انزلوا لنا تحت، انزل بقعد. الله يقطع، انزل، هاي متعبة. هون 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 لا خلينا اقعد بالمرة، ها اقعد اقعد، تم اجلس تم اجلس. تمام يلا ارسم. نعتبر الهالة اللي عندنا او الهدف اللي عندنا هو. ايوه وضح مشان تبين الرسم. تمام الان عندي اول هالة ملاصقة للهدف، ان شاء الله تكون مبين. ثاني هالة ملاصقة للهالة الاولى، تمام. ثالث هالة ملاصقة للهالة الرابعة. الان هون هون على سبيل المثال هالة هالتين ثلاثة أربعة إن شاء الله 10 هالات، لكن ملاصقات هذولا لأنه الهدف قوي جدا. تمام نرجع ونكمل استناف. تمام الآن الهالة الأولى الثانية الثالثة إن شاء الله كانوا 10 هالات. الآن في فرق بين الهالة الأخيرة الملاصقة للهالات وبين في هالة أبعدت اللي هو الزجزاج اللي إحنا بنحكي عنه. في هالة كانت الهالة هون، في هالة بعديها أجت بعيدة عنها. ليش؟ لأنه المسافة وسعت، لأنه هاي تل فالمسافة وسعت. تمام لما المسافة وسعت كيف نعتبر؟ نعتبر هذا هيك تل، ماشي. الآن لما خلص التل هيك نعتبر، لما خلص التل وسعت الهالة، ماشي. الآن الهالة هاي اللي هي راح تعطينا بالشكل هذا، الهالة هاي قوية جدا بقوة الهدف نفسه. يا سلام وضحت؟ الهالة هاي قوية جدا بقوة الهدف نفسه. إذا أي مكان انفحص من الهالة هاي بأي خط منهن راح يطلع معانا هدف. تمام؟ يعني لو أنا جيت قلت بدي أفحص في هاي النقطة راح يطلع معي هدف. تمام؟ لو أجيت أفحص في هاي النقطة يطلع معي هدف، هاي النقطة يطلع معي هدف، هاي النقطة يطلع معي هدف، هاي النقطة يطلع معي هدف. ليش؟ لأنه بعد الهالة هاي عن هاي سوى عملية تكثيف للهالة، واللي أنا قاعد بحكيه بيعرفوا تبعوني الاتصالات، تمام؟ اللي بيشتغلوا بالاتصالات بيعرفوا اللي أنا قاعد بحكيه. كل ما توسعت الهالة كل ما كانت قوتها أعلى، وخصوصا إذا كان خصوصا إذا كان الدفين كبير. إحنا ما بنحكي عن دفين صغير، إحنا بنحكي عن دفين كبير كثير، ماشي. كل ما يعني هذول الهالات اللي جنب بعض خلصنا منهم، الآن أبعدت الهالة هاي عن هاي. طيب لو جينا كمان هالة، أبعدنا كمان هالة، يعني هاي هالة، لو أبعدنا كمان هالة، هذا إحنا بس بنحكي عن الدفين اللي هو دفين الكبير يا أخوان، الكبير مش الصغير. لو أبعدنا كمان هالة راح يرجع يعطينا نقطة 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 نقطة. لكن شو بيصير هنا في بداية البحث؟ بداية البحث نرجع نصور على المشهد التمثيلي. خلينا نكمل يلا، خليني قاعد مرتاح. قوم قوم هسه راح ناخذ المشهد التمثيلي كامل. تمام نعتبر ان انا بلشت في النقطه هاي على سبيل المثال، ما اخذتش الهدف هذا، بلشت في النقطه هيك مثلا. اول اعطتني، تقرب ابو ودي قرب عشان تورجوهم، ماشي. اول بحث بلشت اعطتني اللي هي النبضه القويه، النبضه الحلوه. أجيت علمت إنه أنا بدي أروح بالاتجاه هذا، على سبيل المثال حطيت على يميني يا أخوان، ماشي، وبلشت فحص. طبعا أنا بدي أحرك الأسياخ مشهد تمثيلي عشان بيعلق علينا على تعليقات يقول لك شو بتسولف شو بتحكي. لا ما أقول لكم هذا الممثل إيهاب الحراني، مشهد تمثيلي هذا الممثل يا شباب، لا تصدقوا ممثل هذا. بلشت داخل بدي أحط الهدف على يميني، حطيت الهدف على يميني، بلشت شغل، ماشي. هذا اللي صار معنا يا أخوان، بلشت شغل. اول ما بلش الشغل اعطاني تاكيسه، اعطاني اتجاه، رحت اخذت الاتجاه، لاحظوا اخذت الاتجاه على سبيل المثال، اعطاني اتجاه ثاني، رحت اخذت الاتجاه اعطاني تربيعه، ورجعت اعطاني تربيعه، وضحت. رحت اخذت التربيعه وقلت هذا هو الهدف، حكيت هذا هو الهدف، وضحت. الان لما اجيت مره ثانيه ابعدت عن الهدف، اخذت انا خلاص اخذت الهدف وقلت هذا هو الهدف، اجيت قلت بدي اشوف اذا في شيء ثاني، في شيء غريب كان في الموضوع انه بسرعه ربع معي، فجيت قلت بدي اخذ هدف ثاني، رجعت اخذت نفس العمليه، اعطاني نفس النبضه. طب انا ما اخذ هدف هون، رجعت ربعت على الهدف الرئيسي، ربعت على الهدف الرئيسي. لما ربعت على الهدف الرئيسي قلت في شيء غلط، في شيء مش مزبوط، في شيء مش صح يعني، ماشي.
رجعت من الهدف الرئيسي، رجعت لهذا الهدف اللي ربعت عليه أول مرة، تعرف أنا بديك. رجعت لهذا الهدف، شو أجيت سويت؟ شو أجيت عملت؟ أبعدت عن الهدف، أبعدت عن الهدف ورجعت فحصت كمان مرة يا أخوان، ماشي، صار الهدف وراي، رجعت فحصت كمان مرة، أعطاني توجيه، أخذت التوجيه، مشيت مع التوجيه، راح أعطاني تربيعة، مشيت من هون ربع معي، تمام، أخذت كمان ربع معي. طيب طب الهدف هناك، وهون في هدف، وهون في هدف، بدي أفكر، لاحظوا بدي أفكر، رجعت أبعدت عن الهدف، تعال بودي عند هذا، عند هذا صح؟ أيوه. رجعت أبعدت عن الهدف، هاي أول نقطة لقطني إياها فحصنا، تمام، رجعت أبعدت عن الهدف ورجعت أخذت، عملت هيك، أعطاني نبضة، مشيت مع الهدف، أعطاني أول زجزاج، ثاني واحد، ربع معي، تمام، ربع معي بالشكل اللي انتم شايفينه، فطر هاي كلها، كلها فطر كلها، هذا فطر كويس، تمام، هذا مش سهل، شو فطر يا زلمة، والله حلو الفطر هذا، يلا فاصل اعلاني، فاصل ونواصل، هذا سام يا معلم، تعرف سام اللي بيجي بال سام وسامسون، تمام، رجع ربع معي هون، اذا صار في عندي شكل دائري هون، اختلفت القصة كاملة. أيوة هذا اللي بدنا نعرفه. الموضوع اللي صار بالأول، الموضوع اللي صار بالأول إنه في حفرية هون وفي حفرية هون وأنا ربعت معي في النص، تمام، هو هذا الموضوع اللي خلاني أفكر شو اللي صار عندي هون. الجماعة قبل مثلا جايبين مثلا جهاز، ولا جايبين أبصر شو، ولا جايبين السياخ وإلى آخره، حافرين هون، حافرين هون، تمام، لما أنا فحصت بالأسياخ أعطاني نقطة في الوسط، طب أنا في عنده نقطة ورا، إذا شو قاعد بعطيني؟ من قوة المعدن الموجودة في داخل النقطة هاي، قاعد بعطيك الهالات بجانب بعض اللي بمشي عليهم زجزاج، إذا احنا كنا جنب الهدف، بعدين تفصل الهالة، لما بتفصل الهالة اللي بتيجي بعديها هالة، الهالة اللي بعديها راح تعطيك نفس القوة تبعت المعدن، لكن التربيعات راح يكونوا جنب بعض بشكل دائري، راح تشوفوها بشكل دائري، لاحظوا إذا أنت بتروح على موقع محفر، ماشي، جاي عليه أجهزة وجاي عليه قصص سواليف ومليون واحد محفر فيه، لاحظوا مكان الحفر، لاحظوا عليها راح تلاقوها بشكل دائري جاي، يعني بتلاقوا مكان الحفر هاي، واحدة هون، واحدة هون، واحدة هون، واحدة هون، واحدة هون، بشكل دائري، لاحظوا هاي لما بتروح على مكان محفر كثير فيه. هسا طب شو الحل، شو أعمل في مجال ننزل لتحت كمان مرة؟ هسا أنت توهتهم شويها، هسا بقول لك فهمهم القصة كاملة، مفرح. طيب رجع نقعد؟ ارجع. طب دقيقة انا طول دخاني، معناته مشان ايش؟ ندخل ناخذ حتى صح انا وياك. طيب. قول يا رب، قول. يلا. تمام. شو اللي صار عندنا بالضبط؟ الهدف الأول اللي جينا حكينا عنه كان هون، الهدف الأول. كان في حفرية عندي هون، حفرية هون. أنا أعطتني هدف هون. ماشي؟ لكن إذا أجيت فحصت بشكل دائري راح تلاقي هدف هون، تلاقي هدف هون، تلاقي هدف هون الى اخره، زي هدف الاجهزه. لكن بنحكي احنا طبعا عن الهدف القوي، بنحكيش عن قبر داخله وقيه ولا شيء بسيط، تمام، بنحكي عن الهدف القوي يا اخوان. اذا جيت وسطت الهدف الموجود هون او الحفريه الموجوده هون مع هاي، وجيت وسطت مع هاي، وجيت وسطت مع هاي، وجيت وسطت مع هاي ومع هاي ومع هاي، راح يعطيني نقطه الصفر الصحيحه، تمام. اذا الهاله هاي اللي قاعده بتعطيني اهداف هي اهداف وهميه، ما في اشي فيها. اذا الهدف الرئيسي هون عامل زي اشاره الشمس مثلا، زي الشمس، تمام، يعني معطي هالات بالشكل اللي احنا شايفينه هسه، راح نشوفه مع بعض، راح اوضح لكم اياها، تمام، راح يعطينا بالشكل هذا. انا المفروض رسمناها على 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 ورقه او على اللوح، كان بينت معنا بشكل الشمس يا اخوان، هدف رئيسي وخطوط خطوط خطوط، وين نهايه كل خط راح يعطيك هدف. يعني النقاط خلينا نقول الاربع خطا، الثلاث كله خطا، كله خطا، كله الرئيسيه خطأ. اللي هي وهذا اللي حكينا للجماعه، قلنا لهم انتم تحملوا مسؤوليه الحفر، تمام، يعني هدف هون، هدف هون، المشكله مش واضحه كثير، يعني هدف عندي هون، هدف هون، وهدف هون، وهدف هون، وهدف هون، وهدف هون، وهدف هون، الان لو وصلناهم مع بعض راح يعطيني اشاره زي اشاره الشمس، الهدف الرئيسي في الوسط هون. طب اسالك سؤال، اشوف بلا احط عليها من فوق بالشكل هذا يا اخوان، طلعوا كيف هاي هون عشان مش مبينه هاي،
هيك وهيك، وين كل نقطة هون راح يعطيك هدف. هذا في حالة انه الدفين كبير كثير، وضحت؟ وين ما في نقطة هون راح يعطيك هدف. طب هون ما بعطي هدف، هون ما راح يعطيك هدف، هون راح يعطيك الهدف، وهون ما راح يعطي، هون راح يعطي، وهون ما راح يعطي، هون راح يعطي، لكن الهدف الرئيسي بيكون في الوسط. إذا احنا اكتشفنا اكتشاف يا اخوان، ونشوف إذا الخبراء بيسولفوا في الموضوع هذا ولا بيسولفوش في الموضوع هذا، هم حرين. اكتشفنا انه غير الهالة الدائرية في هالة عمودية تيجي بالشكل اللي احنا شايفينه. تمام؟ احنا يا ريت الخبراء بس يجاوبونا على الموضوع هذا. يجاوبونا على الموضوع هذا ويحكوا لنا انه في شيء غلط، ويا ريت انك تمسحها بلاش واحد هلا يجي يقول لك شو بتخططوا. بنخطط لهجوم على الشجره ولا خرائط قاعد بنعمل. وضحت يا اخوان؟ يا ريت انا الخبراء اللي بتابعوا عندي على القناه، ماشي، المحترمين يعني اللي بتابعوا عندي على القناه يحكوا لنا اذا هاي المعلومه فيها شيء خاطئ. صارت معانا وعلى ارض الميدان، صارت معانا يا اخوان. الان لو حفر هون، لو نزل في الحفرية 10 متر ما راح يطلع معاه شيء. طيب ليش اعطاه نقاط؟ اعطاك نقاط لانه الهالة لما توسعت يا ابو عدي، يعني الهالات الصغيرة لما توسعت، الهالة ما بين الهالات اللي كانوا متشابكات مع بعض، لما في هالة وسعت عنها اعطتك اهداف. سامعين يا اخوان؟ هذا اللي حصل صح، هذا هو اللي صار فقط لا غير يا اخوان. والشكل اللي استنتجناه من فحص امبارح اللي هو شكل الشمس اللي احنا شايفينها، هدف في الوسط، والاشعاع اللي بيطلع بشكل عمودي هو اشعاع مثل الخط، بوصل لنقطه بعطيك اياها هدف، وبوصل لنقطه بعطيك اياها هدف. هاي لجماعه الاجهزه عشان يعرفوا ايش اللي قاعد بيصير معاهم. شو قصدك جماعه الاجهزه؟ لانه جماعه الاجهزه بتروح على المكان اللي هم فحصينه، بتلاقي هون في حفريه، 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 والوسط مش معطيهم شيء. يعني الاجهزه انه مش كويسه؟ لا، كله كله يعني. هذا احنا صارت فينا واحنا بنشتغل على السياخ يا ابو عدي. صحيح، ما صارت فينا واحنا بنشتغل على السياخ. اذا اكتشفنا نظريه جديده، نحكي عن النظريه هاي، اكتشفنا نظريه جديده اللي هي نظريه الشمس بدنا نسميها، او نظريه الاشعاع الافقي، ماشي، مش العمودي، الاشعاع الافقي بيجي بالطريقه اللي هي بشكل الشمس. تمام، اكتشفناها وان شاء الله انها راح تكون صحيحه، يعني الكل راح يستفيد من هاي المعلومه، ومعلومه مهمه كثير يا اخوان، وكثير كثير 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 انا تعقدت منها امبارح. يعني والله يا اخوان اني مش كيف بتصور، شو قاعد بتصور يا زلمه؟ بدي بدي اضبط لك الوضع. ما فيش داعي للفن ابو عدي، بس هيك صور مش انا المصور تاعك، بس تصوير اجي لعندك انا ولا مش انا المصور تاعك؟ لا 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 الله. تمام حبيبي ابو عدي، حبيبي قلبي، على راسي ابو عدي. تمام يا اخوان، صارت معنا القصه. القصة هاي هي اللي أعطتنا الاكتشاف هذا. الاكتشاف هذا مهم جدا، خصوصا للباحثين، وخصوصا اللي بيشتغلوا على الأسياخ، وخصوصا للأجهزة، بالضرورة للأجهزة عشان يفهموا إيش اللي قاعد بيصير بالضبط، والهالة كيف تطلع بشكل عمودي وبشكل أفقي وبشكل دائري و و و إلى آخره. الموضوع هذا رح نشرحه على اللوح، ورح نحكي في الموضوع هذا. بده شرح ثاني على اللوح، لكن اللي قاعدين بنحكيه والمهم جدا إنه هذا اللي بيصير هون اللي حكينا عنه فقط للدفائن الكبيرة، مش الدفائن الصغيرة. يعني دفين كبير، وضحت؟ الدفائن الصغيرة اللي داخل المقابر، اللي داخل المدافن البسيطة، اللي مش عارف ايش، هاي عادي تعطيك مقاطعتها صحيحة، لكن الدفائن الكبيرة بصير هذا الموضوع. راح نشرحه بعديها على اللوح ونشوف شو الوضع. نشكر الجميع على المتابعة، وان شاء الله في معلومات جديدة في حلقة جديدة. نشكر الجميع على المتابعة، وشكرا ابو عدي على التصوير، واهلا وسهلا فيكم. نرجع على الشجرة. نرجع على الشجرة.